اسمه الكلاسترز او المجموعات. ببساطه شديده كده، احنا لو كان عندنا سيرفيس معينه او عندنا دومين كنترولر معين بيقوم بمجموعه من الخدمات، فممكن لما الاورجانيزيشن بتاعتك تكبر شويه يبقى صعب قوي ان المكنه دي تشيل السيرفيس دي كلها لوحدها. وفي نفس الوقت احنا ما احناش عايزين نحط يعني مش عايزين نحط مكان تاني جوه الدومين بتاعنا. فاللي احنا عايزين نعمله ان احنا نعمل اكتر من سيرفر او اكتر من مكنة، يعني كلهم وظيفتهم ان هم يعملوا استضافة او يبدأوا يخدموا سيرفيس معينة او كونكشن معين. يعني على سبيل المثال، لو انت كان عندك مكنة عليها السيرفيس بتاعة الانترنت انفورميشن سيرفيس او الاي اي اس، فانت عدد الناس اللي بيجوا يزوروا الويب سايت بتاعك ناس كتير قوي، وبعد ما الشركه توسعت بقوا ناس اكتر، فطبعا المكنه الواحده مش هتقدر يعني تريسبوند لكل الكونكشن اللي بيجي لها. فاحنا عايزين بقى نعمل ايه؟ نعمل اكتر من مكنه. الاكتر من مكنه دول يهوستوا كلهم سيرفيس معينه، وهي على سبيل المثال يعني الاي اي اس، والكونكشن يبدا يتوزع على المكن ده او يتعمل عمليه لود بالانس على المكان ده. يعني لما يجي ريكوست لسيرفيس معينه للناس اللي مثلا عايزه تدخل على السايت اللي اسمه innovation.com، هو مفروض موجود على مكنه واحده، لا احنا هنحطه على اكتر من مكنه، بس الناس في اي حته هتكونكت بالاسم بتاع innovation.com. زي الويب سايت بتاع الياهو، الياهو ده ما هوش ويب سايت واحد على مستوى كل الارضيه، لا ده هو في كذا مكنه موجوده في كذا حته في العالم، وكلهم بيشتغلوا كانهم مكنه واحده اللي هي الياهو.com. تمام. الحقيقه ان احنا علشان نعمل عمليه اللود بالانس او موضوع توزيع المهام على اكتر من مكنه، ففي عندنا ثلاث طرق رئيسيه. الطريقه الاولانيه حاجه اسمها الراوند روبين ديستريبيوشن، ودي عن طريق الدي ان اس. يعني الدي ان اس هو اللي بيبدا يعني يهولد الموضوع ده كله. ازاي؟ لو رحنا كده عند الفي ام وير بتاعنا وقمنا فاتحين الدي ان اس كده، فبنلاقي من ضمن الخصائص اللي الدي ان اس ممكن يعملها، لو جبنا البروبرتيز بتاعت الدي ان اس هنلاقي فيه حاجه في الادفانس كده اسمها انيبل راوند روبين. الراوند روبين يعني ايه؟ يعني انت عندك سيرفيس معينه، فانا هبدا اقوم اضيف في الزون بتاع الدومين اللي اسمه انوفيشن ده، في اوريدي عندي مثلا سايت، وليكن السايت اللي اسمه 3w.innovation.com. فالسايت ده انا هعمل له هوست نيم، يعني بصوا كده هنفتح الاي اي اس وهنقوم جايبين السايت اللي احنا قلنا عليه ده. احنا كان في سايت عاملينه يعني طبعا مسبقا، طبعا السيرفيس بتاعت الاي اي اس احنا عارفين من الفيديوهات اللي فاتت ازاي نبدا ننزلها وازاي نعمل سايت. فانا عامل سايت هنا كده، لو جبنا المانجمنت بتاعت السايت ده وجبنا البايندنج بتاعته، فهو المفروض ان السايت ده هيفتح عند اي حد يقوم كاتب له 3w.innovation.com، سوري innovation.com بس، فاحنا عايزينه يفتح لما حد يقوم كاتب له 3w.innovation.com. فهنقوم كاتبين 3w كده .innovation.com. تمام. فالمفروض ان انا لما بقوم فاتح بقى الانترنت اكسبلورر دلوقتي واقوم كاتب له 3w.innovation.com كده، هنلاقي ان هو مفتحش حاجه. ليه ما فتحش حاجه؟ لان انت ما قلتلوش في الدي ان اس ان لما حد يجي يطلب الجهاز اللي اسمه 3w تشاور على المكنه دي. فاحنا هنقوم رايحين في الدي ان اس. الكلام اللي انا بقوله ده طبعا مش جديد يا جماعه، ده كلام احنا كنا قلناه واحنا جايين نعمل نعمل الاد. بس
الكلام ده طبعا ما هواش جديد، الكلام ده احنا كنا قلناه واحنا جايين نعمل طبعا الاي اي اس مانجمنت. فانا هفتح الدي ان اس كده وهبدا اقوم حاطط اي ريكورد، وهبدا اسمي الاي ريكورد دي 3 دبليو، تمام؟ واقوم قايل لما حد يطلب 3 دبليو دي توديه على 192.168.1.1 اللي هو يعني الاي بي بتاع المكنه اللي بتهوست الكلام ده، هوت اي بي السيرفر. جميل. طيب انا لما ضفت دي كده، لو انا جيت هنا وقمت عامل 3w تاني دوت انوفيشن، فبنلاقي طبعا ان السايت فتح. ممكن بقى نعمل ايه؟ نقوم رايحين مثلا على السيرفر تاني ونقوم نحط نفس السيرفيس، يعني نبدا نعمل انستليشن كده للسيرفيس بتاعه الاي اي اس. طبعا السيرفر تاني ده بيكون ممبر دومين، يعني مش لازم يكون اكتف دايركتوري، ممكن بس يكون ممبر دومين. فانا هنزل عليه الحقيقه السيرفيس بتاعه الاي اي اس. ما ننساش ان اللي انا بعمله ده دلوقتي هو ان في سيرفيس معينه، السيرفيس دي انا عايزها تكون افيلابل على الاثنين سيرفر دول، بس لما الناس تكونكت بيها يكونكتوا ب 3w.innovation.com. فاللي انا بعمله دلوقتي ان انا بستخدم الوسيله الاولى لتوزيع الكونكشن على سيرفرين، بدل ما سيرفر واحد هو اللي يبقى شايل موضوع الريسبوند على الكلاينت بتوعه يعني، لا هيبقى في اكتر من سيرفر بيعمل نفس الرول وكلهم مقرين على النتورك كسيرفر واحد. فانا هنزل السيرفيس بتاعه الاي اي اس كده على المكنه الثانيه. المكنه الثانيه هي عباره عن ممبر سيرفر عادي، يعني سيرفر وهتعملوا له مكنه عليها ويندوز سيرفر وهتعملها جوين زي ما بتعملوا كده جوين للكلاينت عادي خالص. كده السيرفيس خلاص نزلت، يعني دلوقتي عندنا مكانتين، المكانتين عليهم السيرفيس بتاعه الاي اي اس. بس في مشكله ان السايت موجود على المكنه الاولانيه اللي هو دي سي 1، مش موجود هنا. فالمفروض ان السايت يكون موجود على المكانتين. اما بالنسبه لعمليه تحويل الطلبات هنشوف ازاي نخلي الطلبات حابه يتحولوا على السيرفر الاولاني وحابه يتحولوا على السيرفر الثاني، ولكن لازم السيرفيس او الكونكشن اللي هيرسبوند ليها السيرفر يكون عليها نفس السيتنج بتاعه الاي اي اس اللي هنا. فهنعمل ايه؟ هنيجي كده نقوم رايحين عند السايت بتاعنا وهنقوم جايبين الجزء الخاص بالشيرد كونفيجريشن ده، طبعا هيبقى على مستوى السيرفر، وهنقوم جايين جوه الشيرد كونفيجريشن وهنقوم قايلين ان احنا عايزين نعمل اكسبورت للكونفيجريشن. هناخد الكونفيجريشن بتاعه المكنه اللي عليها السايت ونبدا نوديها للمكنه الثانيه علشان المكنتين يبقى عليهم نفس الكونفيجريشن بتاعه السايت. هيقول لي هتحط الحاجه دي فين، فهنقول له مثلا هتبقى على الديسكتوب، والكي بتاعها طبعا الكلام ده برضو مش جديد، اعتقد ان احنا شفناه لما جينا نعمل السيرفيس بتاعه الاي اي اس. ما ننساش كده انا عملت اكسبورت. جميل. هقوم بقى واخد الفايلز دي، انا هقفل خلاص الاي اي اس ده انا مش عايزه. هاخد الفايلز بتاعه الاي اي اس اللي على المكنه دي اللي هي موجوده في بارتيشن السي اللي هو السايت نفسه، هاخده كده كوبي وابدا اقوم هاخده على الديسكتوب الفيزيكال بتاع المكنه اللي بره علشان نقدر ان احنا نحطه يعني في المكنه دي. هندخل برضو جوه بارتيشن السي وهنبدا نقوم نحط السايت. بعد ما حطينا السايت محتاجين ناخد الكونفيجريشن، تمام؟ فهنقوم رايحين عند المكنه الاولانيه وتحديدا عند الديسكتوب، ناخدهم بس نحطهم في فولدر كده، وبعدين نقوم واخدين الفولدر ده على الفيزيكال ماشين، ونقوم واخدينه من الفيزيكال ماشين ونقوم ودينه على الديسكتوب بتاع المكنه اللي هيتنقل لها الكونفيجريشن. انا بعمل الخطوات دي بسرعه لان احنا شرحناها قبل كده واحنا جايين نتكلم عن الاي اي اس ازاي تعمل اكسبورت وامبورت للكونفيجريشن. فانا هفتح الاي اي اس بتاعتنا بقى، وهبدا اقوم رايح على الشيرد كونفيجريشن. انا مش فاكر احنا نزلناها ولا لا، اهي
وهقوم قايل ان احنا عايزين نعمل enable للشيرد كونفيجريشن. هيقول لي طيب الفيزيكال باس فين؟ هناخد الفولدر ده نسميه مثلا اس، ونقوم حاطينه جوه البارتيشن بتاع السي علشان بس نشاور على الفيزيكال باس اللي بيحتوي على الكونفيجريشن دي. ناخد الباص ده هو زي ما هو كده ونقوم حاطينه هنا. هيقول لي طيب انت مين؟ ما هو انت مين؟ ما هو علشان لازم اللي يعمل الموضوع ده يكون ادمنستريتور. هقول له انا ادمنستريتور والباسورد اهي. وهنقوم قايلين ابلاي. هيقول لي انا لقيت ان معمول لها انكريبشن، باسورد الانكريبشن ايه؟ هنكتب باسورد الانكريبشن. كده الموضوع بقى سكسسفول وتم بنجاح، ما فيهوش اي مشكله. تمام. طيب لو انا فتحت السايتس دلوقتي، بيقول لي ان في مشكله ان الابلكيشن او الكونفيجريشن دي فيها مشكله. طيب تعالوا نعمل عمليه الامبورت مره ثانيه. هنقوم قايلين ابلاي. طيب اوكي، نشيل الانيبل كونفيجريشن خالص ونقوم عاملينها تاني. ادي الادمنستريتور وادي الباسورد بتاعته. والفيزيكال باس هو ده. انا بس عايز اتاكد ان الفيزيكال باس بتاع السايت اللي هنا هو اللي احنا خدناه نقلناه، هو سايت 1 وموجود جوه درايف السي. طيب هنا هو سايت 1 وموجود جوه درايف السي. طيب تمام، نعمل ابلاي. تمام كده المفروض ان الكونفيجريشن نجحت. المشكله دي طبعا نتيجه ان الكونفيجريشن فايل بيحتوي على الاعدادات بتاعه الاف تي بي، واحنا للاسف مش حاطين الاف تي بي هنا. فتعالوا نحط الاف تي بي كده. انا هحط السوفت وير بتاع الاف تي بي اللي هو 7.5 ده اللي احنا كنا اشتغلنا بيه المره اللي فاتت. برضه هناخده على المكنة الفيزيكال الأول وبعدين نبدأ نعمله copy paste على الفيرجوال. هنقفل بقى بعد ما عملنا الانستليشن، نقفل الـ IIS ونفتحها تاني علشان نشوف ظهرت فيها الكومبوننت بتاعت الـ FTP ولا لأ. كده تمام. نبدأ بقى نقوم عاملين موضوع الامبورت للكونفيجريشن اللي احنا عملناه من شويتين. اليوزر نيم برضو ادمنستريتور. دي طبعا باسورد الانكريبشن. تمام كده. دلوقتي بقى المفروض لما نفتح السايت يظهر عندنا ايه؟ سايت 1 اللي كان المفروض موجود فيه دي سي 1. طبعا الكلام ده حصل معايا ليه؟ لان انا حاطط الكومبوننت بتاعه الاف تي بي. تمام؟ يعني لو انتم ما انتوش يعني انا السيرفر بتاعي اللي انا خدت منه الكونفيجريشن كان فيه الكومبوننت بتاعه الاف تي بي،
فلازم السيرفر اللي يروح له الكونفيجريشن دي يكون هو كمان فيه ال FTP ولازم تكون نفس الفيرجن. طيب بعد ما انا ما عملت كده ايه اللي هيحصل؟ DC2 ده الاي بي بتاعه لو شفناه كده الاي بي بتاعه 10. جميل. الراوند روبين ده بيتعمل ازاي بقى؟ هنروح على الدي ان اس اللي هو هنا، كان في ريكورد مكتوب فيها ان 3W ده بيبص على 192.168.1، هنقوم حاطين ريكورد كمان كده ونقوم قايلين ان برضو الريكورد اللي اسمها 3W تقدر توصل لها على ال 192.168.10. تمام كده، انا عندي في اتنين ريكورد بنفس الاسم والاتنين بيبصوا على ايه؟ على ارقام مختلفة. كده انت عملت راوند روبن. ايه اللي بيحصل في الحالة دي؟ ال DNS بيبدا يعمل ريسبوند عن طريق سايكل، يعني بيبدا ياخد اول ريكوست يجيله يبدا يقوم يديه لمين؟ هيبدا يديه للاي بي ده او يعمله فورورد للمكنه دي. بعد كده يقوم واخد الريكوست اللي هيجي بعد كده، يعني لو حد طلب 3w.innovation.com تاني يقوم يوديه للمكنه دي. طب جه حد التالت جه طلب يبدا يوديه للدي، يعني بيبدا يفورورد طلب لده وطلب لده. بس الحقيقة ان هما وجدوا ان موضوع الراوند روبن ده فيه مشكلة، ان لو فيه سيرفر وقع، يعني لو دي سي 2 وقع ده، طبعا احنا عارفين لما سيرفر يقع ما بيروحش يتمسح من الدي ان اس كده على طول، غير لما نعمل سكافنج. فاكرين موضوع السكافنج لما كنا بنتكلم في الانفرا بقى وكده؟ فالريكورد بتاعته مش هتمسح، فبالتالي لما يجي يوزر يطلب السايت ده هيبدأ يوجهه على السايت مثلا اللي وقع، فمش هيلاقي ريسبوند، ودي طبعا مشكلة، ولازم الادمن هو اللي يجي يبدأ يمسح الريكورد ده. طبعا ممكن يكون 3W ده معمول كذا مرة وفي كل مرة بيبص على سيرفر شكل. طيب العيب التاني ان الطلبات اللي بيتعمل لها الفورورد بغض النظر بقى، يعني دلوقتي السيرفر ده اللي هو الاي بي المكنة دي الامكانيات بتاعتها جامدة جدا، دي الامكانيات بتاعتها ضعيفة جدا. طب هو من المنطقي ان انا اوزع عليهم الشغل 50% و50%؟ يعني يجي طلب هنا او اوديه الطلب اللي بعديه، اوديه هنا الطلب اللي بعديه، اوديه هنا الطلب اللي بعديه، اوديه هنا. لا طبعا، لان المفروض ان انا ابدا احدد نسبه مئويه من الحمل اللي هيبدا يعمل له ريسبوند كل سيرفر. فدي كانت مشكله ان الدي ان اس ما كانش بياخد في الاعتبار حته المواصفات بتاعه الجهاز، وهل السيرفر اللي هيعمل عليه الفورورد ده مشغول ولا لا، او امكانياته ايه، وهكذا. اخر عيب ان الراوند روبن بقى مش بيشتغل كما يجب، لان اليوزر بيكيش الدي ان اس. انتوا طبعا عارفين ان انت لو طلبت السايت ده قبل كده فالريكورد ده بيتكيش عندك على اللوكال ماشين عندك انت، فلما تيجي تطلبه تاني انت مش هتروح تسال الدي ان اس، لا انت هتروح اوتوماتيك على الرقم ده، وبالتالي الدي ان اس مش هيبقى عنده فرصه ان هو يوجهك. دي احد الطرق اللي بتستخدم لتوزيع الكونكشنز ما بين مكانتين، ان انت تبدا تستخدم الراوند روبن بتاعت الدي ان اس وتبدا تقوم حاطط المكنه بنفس الاسم ولكن باي بيهات مختلفه. الطريقه الثانيه الحقيقه هي دي اللي احنا يعني بنستخدمها، حاجه اسمها ال NLB او النتورك لود بالانس، ودي بتستخدم علشان برضو توزع الكونكشن على السيرفرات، بحيث ان احنا بنبدا نعمل مجموعه سيرفرات بيظهروا على الشبكه بنفس الاي بي، وبيستخدمهم كمان علشان يتعامل بيهم اغراض كتير زي موضوع الويب فارم. الويب فارم اللي احنا كنا اتكلمنا عنه واحنا جايين نتكلم في الاي اي اس، ان يبقى عندك اكتر من مكنه كل واحده فيهم عليها سيرفيس الاي اي اس وكلهم شايلين نفس السايت، فيبقى السايت ده بيتم خدمته عن طريق اكتر من مكنه فيما يعرف بالنتورك لود بالانس. وممكن طبعا السايت ده يعني مش لازم الاكتر من مكنه يكونوا بيخدموا سايت واحد، لا ده ممكن الاكتر من مكنه يكونوا بيخدموا اكتر من سايت، يعني انا عندي مثلا 5 سايت فمكنه واحده مش هتقدر تخدمهم كلهم، فبقوم واخد الخمسه سايت كده زي ما هم واخلي فيه اكتر من مكنه تخدمهم. ممكن كمان نخلي التيرمينال سيرفيس تتوزع بنفس الطريقه، يعني اكتر من مكنه تريسبوند للتيرمينال سيرفيس اللي احنا لسه هنتكلم عنها ان شاء الله. كمان ممكن تستخدم موضوع النتورك لود بالانس في ان احنا نعمل اكتر من ايزا سيرفر، يعني لو عندك اكتر من مكنه ممكن تخليهم كلهم عباره عن ايزا سيرفر واحد، يعني الايزا توزع شغلها على المكان ده ويبقوا كلهم على النتورك كانهم جهاز واحد.
ميزه بقى ال NLP ان هو بيعرف لو في سيرفر وقع، يعني ال DNS لو في مكنه وقعت لازم الادمنستريتور يدخل يمسح الريكورد من ال DNS علشان ما يعملش فورورد للناس على المكنه دي. لكن هنا الادمنستريتور الحقيقه بيقعد يشرب شاي، ما بيعملش اي حاجه، هو كل اللي بيعمله بيكونفيجر السيرفيس، ولما سيرفر يقع ال NB اوتوماتيك بتبدا تلغي او ما بتوديش ريكوست للسيرفر ده. مجموعه السيرفرات يا جماعه اللي احنا بنستخدمها وبتمثل في الاخر جهاز واحد او بيتم تمثيلهم على النتورك كانهم جهاز واحد، المجموعه دي بنسميها الكلاستر. كلاستر يعني مجموعات، فبالتالي لما بيحصل الكلام ده بيبدا يدي الطلبات للسيرفرات الحيه او لللايف سيرفر، ودي طبعا ميزه بيتميز بيها بقى ال NLP عن الراوند روبن. وكمان نقدر في ال NLP او النتورك لود بالانس ان احنا نعمل حاجه مهمه قوي، ان انت تبدا تدي نسبه مئويه لكل سيرفر. يعني ايه؟ يعني تقوم قايل السيرفر ده يشيل 75% من الريكوست اللي جايه، والسيرفر ده يشيل 25%. طبعا دي ميزه كويسه قوي. غير كده الموضوع النتورك لود بالانس بيتميز بان هو فيه سكابيليتي عاليه، او فيه يعني استقرار نتيجه ان هو لو سيرفر وقع الدنيا برضه لسه بتفضل شغاله. وكمان في اي وقت تقدروا تزودوا سيرفرات، يعني لو شغلك كتر واليوزرز بتوعك كتروا اللي بيدخلوا على السايت، تقدر ان انت تزود سيرفر وتدخله في الكلاستر اللي بتخدم الكلام ده. انا بذكركم تاني ان انا مش بعمل الكلام ده كله علشان سايت، لا، احنا بنقوم قايلين ان احنا بنعمل كلاستر او مجموعه من السيرفرات بيتعاملوا على النتورك كانهم جهاز واحد علشان يهندلوا سيرفيس معينه. من اشهر بقى السيرفيس دي هي الاي اي اس، لكن مش هي الوحيده يعني. طيب ازاي بقى نعمل الكلام ده؟ الكلام ده هوت علشان يتعمل ان احنا بنبدا ننزل سيرفيس، او سوري بننزل رول على كل سيرفر، يعني على السيرفر اللي اسمه DC1 ده بننزل الرول بتاعه ال NLP. فبنفتح كده السيرفر مانجر هنا، وبنفتح السيرفر مانجر على المكنه الثانيه كمان، نقفل ده كده، هنروح بقى نفتح السيرفر مانجر هنا كمان، هنيجي على المكنه الاولانيه او DC1 وهنبدا ننزل رول جديده. دي المكنه الثانيه اشتغلت اسرع الحقيقه، فهنعمل اد للرول دي. الرول اسمها نتورك لود بالانس، سوري هي فيتشر طبعا مش رول، معلش احنا عمالين ننزل في رولز من اول الكورس، فهي فيتشر مش رول، اسمها نتورك لود بالانس اهي. بعد ما بننزل الرول دي، خلي بالكم ان انتوا بتنزلوها على جميع الماكينات او جميع السيرفرات اللي انتوا هتخلوهم كلاستر واحده مع بعضيهم علشان يهندلوا سيرفيس معينه. وكمان الكونفيجريشن بتاعه السيرفيس دي لازم تكون واحده على كل السيرفرات، يعني زي ما انتوا شفتوا كده انا جبت الكونفيجريشن من على السيرفر الرئيسي، عملت لها اكسبورت وبعدين عملت لها امبورت في السيرفر رقم 2 او DC2 ده. هنحط برده نفس الفيتشر هنا، دي لسه ما خلصتش. ادي النتورك لود بالانس، دي طبعا الطريقة التانية، بنفتكر تاني الطريقة التانية علشان نعمل موضوع توزيع العمل او توزيع الكونكشن على اكتر من مكنة. في طريقة تالتة لسه هنتكلم عنها، بس احنا لحد دلوقتي عارفين طريقتين الراوند روبن وشوفنا ايه العيوب بتاعتها، واللي بنشتغله دلوقتي او اللي بنعمله دلوقتي هو ال NLP او النتورك لود بالانس كلاستر. هنستنى بس السيرفيس دي تنزل، على ما السيرفيس تنزل ممكن ندخل في ال DNS نشيل بقى ال او نشوف السايت بتاعنا، هو نفس طبعا السايت اللي موجود في DC1 اعتقد احنا فتحناه من شويه. هنروح بس في DC1 ونقوم رايحين نشيل الريكورد بتاعه ال DNS اللي احنا كنا عملناها يعني.
احنا كنا طبعا مشغلين الراوند روبن، فهدخل في الدي ان اس وهشيل الريكورد، وما ننساش ان انا كنت هعمل موضوع الهوست نيم في الاي اي اس، وبالتالي لما اشيل الاثنين ريكورد اللي هما سموث 3 دبليو دول مش هتبقى العمليه شغاله يعني، او مش هيبقى في ريسبوند لما نيجي نفتح السايت بال 3w.innovation.com. وهنشوف بقى ازاي نعمل كونفيجريشن جديده علشان السايت ده يفتح. ادي الاثنين ريكورد، هنمسح دي وهنمسح دي عشان نبقى ايه مش شغالين يعني الراوند روبن. نرجع بقى نقفل الدي ان اس ده ونستنى السيرفيس لحد ما تنزل. كده السيرفيس نزلت على المكنة الاولانية ونزلت كمان على المكنة التانية. هنبدأ بقى نكونفيجر السيرفيس دي. علشان نكونفيجر السيرفيس دي بنروح كده نفتح السيرفيس، وهنبدأ بقى نقوم قايلين ان احنا عايزين نعمل نيو كلاستر. فبنعمل رايت كليك كده ونقوم قايلين ان احنا هنعمل كلاستر جديدة. الكلاستر طبعا بيقول لي مين اللي هيهوست الكلاستر دي، او مين الجهاز اللي هيبقى جزء يعني من الكلاستر دي. فممكن نقوم كاتبين dc1.innovation.com وهنقوم عاملين كونكت. فطبعا بيكونكت بالدي ان اس وبيلاقي الجهاز وبنقوم قايلين نكست. هنا بيكون في حاجه اسمها البريوريتي. البريوريتي دي اللي هي الدرجه اللي على اساسها هيتم تحويل الترافيك. يعني على سبيل المثال بيبدأ يقوم حاطط بريوريتي 1 لأول جهاز، بريوريتي 2 للجهاز اللي بعديه وهكذا. البريوريتي 1 ده معناه ان هو ده أول جهاز هيتم سؤاله أو هيتم الطلب منه. مش معنى كده ان هو ده الجهاز اللي هينفذ، لأ، ده هو ده اللي هيتم سؤاله يروح ينفذ الريكوست ده من عند أنهي نود في الكلاستر، أو من عند يعني أنهي سيرفر جوه الكلاستر ده. ممكن طبعا تعملوا كليك كده وتعملوا إيديتنج للأي بي لو حبيتوا تعملوا إيديت للأي بي ده. بعد كده بنقوم قايلين نكست وبنبدا نقوم بقى حاطين الاي بي بتاع الكلاستر. ايه اي بي الكلاستر ده؟ دلوقتي انا بعد ما هخلص موضوع الكلاستر ده، احنا بنقول ان احنا هنعمل مجموعه من الاجهزه بتاعه السيرفر هيتم معاملتهم على اساس ان هم جهاز واحد، مش كده؟ يعني لما تيجي تقوم قايل ان انت عايز تفتح 3w.innovation.com، ف 3w ده لازم يكون ريكورد في الدي ان اس ليه اي بي. اهو الاي بي اللي انا هحطه بقى ل 3w هو عباره عن الاي بي اللي انا هديه للكلاستر، لان الاي بي ده هو اللي لما اجي اتكلم معاه هيعتبر ان انا بتكلم مع الكلاستر اللي هو الجهاز اللي ملهوش وجود اساسا. فببدا اقوم احط اي بي، الاي بي ده هيعبر عن مجموعه الاجهزه اللي هو الاي بي اللي هيظهر بيه مجموعه السيرفرات. فهدي له 192 مثلا 168 1200 مثلا، تمام. بعد كده هنقوم قايلين نكست. فبيقول لي هنا الكلاستر اي بي هيكون هو ده، وده السب نت ماسك بتاعه. ايه هو اسم الدومين؟ فهقول له الدومين اسمه innovation.com. وعلى فكره لو انتوا بتعملوا الكلاستر ده علشان يعني تيرمينال سيرفيس، فمش شرط يعني او مش لازم ان احنا نكتب يعني اسم الدومين، تمام. طيب اليونيكاست معناها ان هو هيبدا يستخدم الماك ادرس ده، مش هيستخدم الماك ادرس بتاع المكنه الحقيقيه، هيستخدم الماك ادرس الفيكد اللي هو موجود هنا. بعد كده هنقوم قايلين نكست. الحقيقه هنا بقى في مجموعه الرولز، الرولز اللي هي مجموعه القواعد اللي على اساسها هيتم تحويل الكونكشن للكلاستر. ما هو مش اي حد جاي يطلب حاجه من الدومين اللي اسمه innovation.com هيقوم موديه للكلاستر، لا، ده في رول هتبدا تتحط او مجموعه من الرولز. الكونكشن اللي يتوافق مع الشروط او الرولز اللي انا بحطها هنا دي هو بس اللي هيتعمله فورورد للجهاز الوهمي اللي هو عباره عن مجموعه اجهزه سيرفر اللي هو الكلاستر. الرول الطبيعيه ان الكلاسترز دي بتبدا تريسبوند لاي حد جاي يطلب اي طلب من اول بورت 0 لحد بورت 65535. ممكن حضرتك تقوم حاطط رول جديده، وممكن تاخد الرول اللي موجوده حاليا تعمل لها ريموف وتحط انت رول جديده، وممكن تاخد الرول الحاليه وتعمل لها اديت، وده اللي انا هعمله. طيب الرول اللي انا بحطها دي بيقوم قايل لي مين اللي هيستمع ليها
اصل الكلاستر ممكن يكون ليها اكتر من اي بي، فهو بيقول لي انهي اي بي اللي هيستمع ليها، كل الاي بيهات بتاعه الكلاستر. لو انت قلت له لا، انت كده كده اصلا عندك الكلاستر بتاعتك فيها اي بي واحد، فانت كده كده مش هتختار غير الاي بي واحد، فما فيش فرق ما بين ان احنا نختار الاي بي بتاع الكلاستر او الاول، ما هو كده كده الكلاستر بتاعتنا ملهاش غير اي بي واحد. طيب انا بعمل الكلاستر دي ليه؟ انا بعملها علشان مجموعة السيرفرز اللي بتكون الكلاسترز دي هتجاوب على الناس اللي جاية عايزة تخش السايت. طب هو السايت بتاعك ده الناس لما بتيجي تتكلم بيكلموه على بورت كام؟ بيكلموه على بورت 80. اذا مش اي حد جاي يكلم الدومين على اي بورت الكلاستر هتسمع له، او مجموعة السيرفرات دي هتسمع له، لا ده اللي جايين يكلموه من اول بورت 80 لحد بورت 80 برضو، تمام؟ طيب اللي جايين بورت 80 تي سي بي ولا يو دي بي ولا الاثنين؟ والله اللي جاي لي على السايت تي سي بي او يو دي بي المهم يكون على بورت 80 هسمع له، او الكونكشن ده يتحول للكلاستر وهي تشوف بقى هتدي لانهي سيرفر يتعامل معاها. فاحنا هنختار بوس علشان لو انت جاي على بورت 80 تي سي بي او يو دي بي نقدر ان احنا نتفاهم معاك. بعد كده في حاجه اسمها الفلترنج مود، والفلترنج مود فيها حاجه اسمها المالتيبل هوست، جواها شويه حاجات، ولكن مالتيبل هوست دي في حد ذاتها معناها ان لما يجي لك مجموعه من الطلبات على رول معين، يعني انت حطيت الرول دي ففي كونكشنز كتير جايه على الدومين، والدومين لقى ان هي تتوافق مع الرول دهيت، فبالتالي بدا ان هو ايه يحولها لك. فانت لما بتقوم قايل مالتي هوست مالتيبل هوست معنى كده ان الكونكشن الكتير اللي جايه لك وتتوافق مع الرول ده، يعني الرول اللي انت حطيتها دي وتسمح بيها، يعني جايه لك كونكشن من 5000 كلاينت بس كلهم جايين على بورت 80، والرول دي هي اللي بتقوم قايله بورت 80 يجي او يدخل من هنا او يتعمل له ريدايركت على الكلاستر. فالمالتيبل هوست معناها ان هيبقى في اكتر من هوست، او الريكوستس اللي جايه الكتير اللي توافقت مع الرول دي هيتم توزيعها على مجموعه السيرفرات اللي موجوده في هذه الكلاستر. اما لو انت اخترت سنجل هوست فده معناه ان لما يقوم جاي لك ريكوستس كتيره وانت كنت حاطط رول كتير، يعني حاطط رول بتقوم قايل ايه اللي جايين على بورت 80 دي رول، وحاطط رول تانيه بتقول اللي جايين على بورت 25 بتاع الاس ام تي بي، فبالتالي انت عامل الكلاستر علشان يرسبوند على الناس اللي عايزين بورت 80 والناس اللي عايزين بورت 25. لو انت بقى عندك اكتر من رول لما تيجي تختار سنجل هوست فده معناها ان انت بتقوم قايل لما حد ناس كتير يقولي على بورت 80 مش كل الكلاستر تبدا ترسبوند عليهم، لا كلاستر واحد بس، او سوري سيرفر واحد بس اللي يرد عليهم. اما لو انت حاطط لي اكتر من رول وناس رول بتقول قايله بورت 80 هرد عليه ورول تانية بتقول بورت 25 هرد عليه، فلما يكون في كونكشن كتير على بورت 25 وكونكشن كتير جايه على بورت 80، يعني كونكشن كتير توافقت مع الرول الاولانيه وكونكشن كتير توافقت مع الرول الثانيه، فلو انت بقى مختار السنجل فده يعني ان كل الكونكشن اللي جاي على بورت 25 هيبدا يعمل لها فورورد لهوست واحد بس او لسيرفر واحد بس، مش على كل السيرفرات يعني اللي موجوده عندك في الكلاستر، وان كل السيرفرات او كل الطلبات اللي جايه من الكلاينتس على بورت 80 اللي تتوافق مع الرول دي تبدا كلها تروح لهوست تاني. يعني الفرق ما بين مالتيبل هوست وسنجل هوست ان المالتيبل هوست الطلبات الكتير اللي جايه على رول واحده تتوزع على كلاسترز، لكن السنجل هوست الطلبات الكتير اللي جايه على رول تروح لهوست واحد بس او لسيرفر واحد بس، يعني كل رول بتفورورد الطلبات اللي جايه لها على هوست واحد بس او على سيرفر واحد بس في حاله اختيار السنجل هوست. اما في حاله اختيار مالتيبل هوست يعني كل الطلبات اللي جايه على كل الرولز يتم توزيعها على السيرفرات. طيب جوه المالتيبل هوست في عندي حاجه اسمها نان، يعني ايه بقى نان؟ نان يعني لما يقوم جاي لك كلاينت خلاص الرول ده بيبقى جاي فيه اكتر من كلاينت، يعني في كذا كلاينت كل واحد فيهم طالب ان هو يكونكت على بورت 80، بس في كلاينت من اللي جايين دول جاي بريكويستس كتيره كلهم عايزين يكونكتوا على بورت 80، كلاينت واحد مش كل الكلاينت، لا كلاينت معين جاي عايز يكونكت على او عامل كذا ريكويست لان هو يكونكت على بورت 80 بس ريكويستس كتير. فلو انت اخترت نان يبقى انت كده بتقوم قايل له ايه ان الطلبات الكتيره بتاعتك
بتاعتك اللي هو الكلاينت، يعني اللي هو واحد من ضمن الكلاينتس الكتير اللي توافقوا مع الرول اللي انا حاططها. الطلبات بتاعتك انت يا كتير يا كلاينت هيتم توزيعها على مجموعة هوستس او على مجموعة سيرفرات، يعني مش سيرفر واحد هو اللي هيخدمك، لا ده مجموعة سيرفرات هتخدم لك الطلبات الكتيرة اللي جاية من عندك، اللي جاية يعني من عند كلاينت واحد. اما لو احنا اخترنا طبعا الاختيار التاني اللي هو السنجل، فدي بتعني ان لو كلاينت واحد عامل ريكوستس كتير برضو كلها على بورت 80، فالريكوستس الكتير دي مش هتتوزع على الكلاسترز، لا ده هو سيرفر واحد بس من الكلاسترز دي هو اللي هيرد عليك، تمام؟ يعني سيرفر واحد هو اللي هيرد على جميع الطلبات بتاعت هذا اليوزر. الاختيار الثالث اللي هو النتورك، ده اختيار ظريف جدا، معناه ان لما يقوم جاي لك ريكوست من كلاينت موجود في سبنت معينه، ابدا ودي الريكوستس بتاعته على الكلاستر اللي موجوده في نفس السبنت اللي هو جاي منها. يعني ايه؟ يعني انا عندي الكلاستر عباره عن مجموعه السيرفرات دي، كل سيرفر موجود في سبنت، فانا عايز بدل ما كل كلاينت جاي لي من سبنت معينه اوديه يرسبوند من سيرفر موجود في سبنت تانيه، لا انا هقوم قايل او اقرب المسافات، اقوم قايل مجموعه الكلاينت اللي موجوده او مجموعه الريكوستس اللي جايه لك من سبنت معينه، ابدا وديها للكلاستر او للسيرفر اللي موجود في الكلاستر اللي هي في نفس السبنت بتاعتك، تمام؟ ده الحقيقه الفرق ما بين كل واحد والتاني. بعد كده بنقوم قايلين اوكي بعد ما حددنا طبعا الرول، وبعدين بنقوم قايلين فينش. بعد ما عملت الكلام ده هوت، انت كده حطيت اول مكنه في الكلاستر. طيب عايزين نحط بقيه المكن، هنعمل ايه؟ هنعمل نفس الحكايه، يعني هنقوم عاملين رايت كليك برضو، بس مش كرييت بقى نيو كلاستر، لا ده انا هقوم قايل له اد هوست تو كلاستر، حط هوست جديد في الكلاستر دي، وهبدا اختار اسم الهوست اللي هو دي سي 2 اللي هو المكنه الثانيه دوت انوفيشن دوت كوم، وهنقوم عاملين كونكت. طبعا لما جه عمل كونكت فبيطلب مننا ايه؟ الكريدنشال بتاعه الدي سي 2. فهنقوم كاتبين الكريدنشال كده. وبعد ما بيبدا يضيف الجهاز بنقوم نختاره. سوري وانا دوست كونكت تاني بس. فهنقوم قايلين نيكست، وهنعمل نفس الخطوات، وهنلاحظ طبعا ان هو خد بريوريتي 2، وهنقوم قايلين نيكست عادي خالص. هنا بقى اللي انت تقدر تضيفه في الـ في الـ في الجزئيه بتاعه الرولز، طبعا الرول احنا ضفناها واحنا جايين نعمل الكلاستر نفسها. فهنا انت تقدر تقوم قايل له عملية توزيع الكونكشن هل تكون 50% بالنسبة للسيرفر اللي انا بضيفه ده، ولا 20% ولا 30%، فبتبدأ تحدد البريوريتي، او بتقوم قايل له ايكوال لو انت عايز الشغل يعني او الكونكشن يتوزع 50% و50% ما بين الاتنين. وبعدين بنقوم قايلين فينش، فبيبدأ طبعا ايه يقاد يعني السيرفر التاني، وفي الحالة ده هي بيبقى الاثنين دول موجودين جوه كلاستر واحده. هنلاقي ده مكتوب عليه كونفرجد، وده لسه بيندنج او لسه يعني بيعمل الكونفيجريشن. المفروض بعد ما الكونفيجريشن هنا تنتهي، لما نروح على المكنه الثانيه المفروض ان احنا نبدا نلاقي نفس الكونفيجريشن دي موجوده لما نقوم رايحين نفتح النتورك لود بالانس. يعني مش بتعملوا نفس الكونفيجريشن دي ثاني، لان انتوا بتلاقوها اوريدي اكزيست عندكم. بعد حوالي دقيقة كده بتلاقوا ان المكانتين خلاص بقوا enabled، ودي الرولز اللي محطوطة على المكنة الاولانية، تمام؟ ودي الرول طبعا اللي محطوطة على المكنة التانية. ممكن في اي وقت تقوموا جايبين الهوست بروبرتيز كده وتبدأوا تضيفوا في الانترفيسز بتاعته لو هو كان فيه اكتر من انترفيس. ودي طبعا كلاستر اي بي ما نقدرش نغير فيها هنا، لكن نقدر نغير فيها من الدومين نفسه. نفس الكلام البورت او البارامترز بتاعه الرول اللي احنا بنحطها نقدر نغير فيها من حيث عمليه توزيع الاحمال بالنسبه لكل نود او لكل سيرفر في الكلاستر. لكن لو رحنا عند الكلاستر نفسها اللي هو الدومين اللي في الكلاستر وجبنا البروبرتيز بتاعته،
في الحاله دي تقدروا ان انتوا تغيروا الاي بي بتاع الكلاستر ده، طبعا الاي بي اللي كل الدنيا هتبص عليه، والبارامترز اللي هي الدومين التابع ليه الكلاستر ده، والرول اللي على اساسها هيتعمل فورورد من الدومين اللي اسمه انوفيشن للكلاستر. طيب الخطوه الجايه ان انا اعمل ايه؟ ببساطه شديده ان احنا هنقوم رايحين بقى الدي ان اس كده، وهنقوم قايلين ان اللي عايز الجهاز هنحط ريكورد يعني اسمها 3W، والريكورد دي اللي عايزها يروح ل 192.168.200 اللي هو يعني الاي بي بتاع الكلاستر. تمام، وما ننساش ان انا في الاي اي اس كنت من الاول قايل في البايندنج ان الهوست نيم بتاع البايندنج في الاي اي اس هنا واللي موجوده في الدي سي 2 هتكون طبعا هي ال 3w.innovation.com. ادي السايتس، وادي السايت بتاعنا، وادي البايندنج، مخلين ايه الهوست نيم بتاعنا طبعا هو innovation.com. تمام، 3w.innovation.com. فانا كده قلت له بقى لما حد يجي يسال على 3w.innovation.com ولا تحوله على السيرفر ده ولا تحوله على السيرفر ده، حوله على مين؟ على الكلاستر. وهنا طبعا عملت نفس الكلام علشان احنا اتفقنا ان انت عشان تعمل كلاستر لازم السيرفيس اللي هتعمل لها يعني موضوع الكلاستر ده لازم تكون السيتنج بتاعتها واحده في السيرفرين. تمام، تعالوا بقى نجرب نشوف صفحة الانترنت هتفتح ولا لأ بالعنوان الجديد اللي هو 3w.innovation. تمام، طالما ان الصفحة فتحت يبقى الدنيا ماشية عندنا تمام، لان خلوا بالكم في الـ DNS احنا عملنا الكونفجريشن على ان الريكورد اللي اسمها 3W بتبص على الرقم بتاع الكلاستر، فالريكوست بتاعي ده اوتوماتيك راح للكلاستر وبدأ يتعمل له ريسبون. دي كانت تاني طريقة علشان نعمل بيها موضوع اللود بالانس. في طريقة تالتة طبعا اللي احنا كلنا اتكلمنا عليها، ودي ان شاء الله هنتكلم عنها في الفيديو القادم، اسمها الفيلوفر كلاستر. اتمنى ان موضوع الكلاستر يكون بسيط، وعلى فكرة هو الكلاستر فيه الحقيقة كلام اكتر من كده بكتير جدا، يعني هو الكلاستر ده على فكرة كورس كامل، كورس كبير كامل، فاحنا بس شفنا البيزك سيتنج بتاعته، لكن هو فيه اعدادات وفيه حاجات كتير تانية نقدر ان احنا نعمل. اشوفكم ان شاء الله المرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.